محمد من يوم 4/6 من يوم تقرير لجنة تقصي الحقائق حصلت حبة مضاعفات يعني حبة مستجدات. محمد يوم 5/6 قرر انه يدخل في اضراب عن المية عشان لجنة تقصي الحقائق كانت بتقول كانت بتتكلم على انه صحته كويسة. والحاجة اللي ضحك ان هم نزلوا تقرير بيثبت انه اصلا محمد مضرب عن الطعام بقاله فترة. مهم انه حصل انه اضراب محمد عن الطعام مع تاريخه الطبي يعني تاريخه الطبي اللي قبل كده مع اضرابه عن المية تسبب في بعض المضاعفات. أدت ان محمد يوم 9/6 اتنقل المستشفى, ده كان يوم 2 لاشتباهه ان هو حصل له جلطة. وبعدين وتسرب تقرير على الانترنت بيتكلم بالارقام عن حالة محمد, وبالعكس الاطباء يعني قالوا ان هو المفروض يتحجز في المستشفى والامن يعني الداخلية رفضت فرجع الزنزانة تاني. اليوم اللي بعديها اكتشفنا ان محمد رجع المستشفى تاني, وعلى غير المعتاد محمد كان جاي على نقالة ما كانش رجع على كرسي متحرك, مما كان بيقول انه محمد كانت حالته الصحية واقعة خالص. طبعا ومحمد بعد دخوله المستشفى كان مقرر ان هو مضرب تماما عن الجلوكوز لانها بتحسن علاماته الحيوية وبتخلي الدنيا كأنه ما كانش في حاجة يعني. بس بقى فضل محمد من يوم 10/6 كان في العناية المركزة لحد الاسبوع اللي فات بدأ يحصل مضاعفات كبيرة بسبب اضرابه عن المية. حصل له جفاف وحصل له تجلطات, حصلت له كذا مرة تجلطات على الرئة. وكان هو اصلا في الاول اتنقل للعنايه المركزه وبعدين حالته استقرت بقى في العنايه المتوسطه رجع تاني للعنايه المركزه. وطبعا حالته كانت في تدهور في خلال الايام دي, حصلت زي ما قلت اكتر مره موضوع التجلطات اللي على الرئه. والجلسه اللي فاتت كان القاضي كان اتكلم انه ازاي محمد يتنقل من المستشفى من غير يعني يتنقل من السجن للمستشفى بدون علمه او بدون اذن من القاضي. فالنهارده احنا النهارده يوم 22/6, محمد رغم تدهور حالته الصحيه ووضعه الصحي يعني السيء للغايه وانه المفروض يكون تحت الرعايه الطبيه ويعني والعنايه والاهتمام, محمد تم نقله من مستشفى القصر العيني وتم يعني رجعه مره اخرى للزنزانه يعني. بس ما فيش اي حد بيزوره. خلال فتره دخول محمد للقصر العيني العيله ما قدرتش خالص انها تدخل تزوره الا امبارح, كانت اول مره نشوفه. دخلنا قعدنا معاه شويه, كان شكله مرهق جدا, ما كانش متفاعل بشكل سريع, شكله تعبان طبعا بسبب اضرابه عن المية والاكل وحالته الصحية والمستشفى وكده.